الالماني وقت ما كان الفريق هو بطل الدوري او متصدر المنافسات وبينافس على الالقاب في البونز ليجا او الدوري الالماني لكره القدم. كابتن سمير كمونه مساء الخير. خير يا كابتن محمد، اهلا بيك وسعداء. الله يسلمك، ربنا يخليك وبالتوفيق. بشكرك يا كابتن سمير وبتسعدنا دايما بمشاركتك معانا. وضيفنا في الاستوديو طبعا النجم الكبير الكابتن محمود صالح. مساء الخير يا كابتن. كابتن محمود ازيك؟ سمير ازي صحتك؟ وحشنا، ازي صحتك؟ الحمد لله كابتن، ربنا يكرمك. موافق ان شاء الله. الله يخليك كابتن سمير. دايما الصداع في راس الوسط الرياضي والاعلام الرياضي وجماهير الرياضه في مصر، نتكلم بشكل عام مش النادي الاهلي بس، هو مستوى المدافعين في مصر، مستوى المساكين في الفتره دي، واحنا بنتكلم عن مستوى المنافسات بالنسبه للانديه وفي مقدمتها الاهلي في منافساتهم محليا وافريقيا ان شاء الله في الفتره الجايه، او لما بنتكلم عن خط دفاع المنتخب الوطني الاول واحنا بنستعد لنهائيات كاس العالم في روسيا. شايف ازاي مستوى الجيل ده من المدافعين في مصر، ورايك ايه في مستوى المدافعين في الدوري المصري وفي المنتخب بشكل عام؟ لا، هو خلينا نبدا بالدوري المصري وناخدها خطوه خطوه، المنتخب واللعيبه المحترفين في المكان ده. طبعا المكان ده مكان حساس انت عارف يا محمد، ويمتلك يعني الانديه تمتلك عدد كبير من المحترفين اللي هم ظهروا في الصوره الفتره اللي فاتت، زي صبري لاعب انبي وفي احمد ثاني للمقاصة من اللعيبه الكويسه، طبعا بالاضافه لكابتن علي جاب في الزمالك وفي وينت، وطبعا على راسهم طبعا كان حجازي في النادي الاهلي وكتيب وغرام وسعد، دلوقتي دخل شريف ايمن اشرف كظهير ايسر، وبعد كده بيلعب مفتاح كابتن حسام موظف وبيلعب في مكانين، ومحمد هاني نفس الكلام، احمد فتحي بعض الاحيان، موجود عدد كبير قوي من اللعيبه المميزه. لكن خلينا نتكلم على الفريد من نوعه، يعني فاكر اللي هو المميز قوي او اللي كان مميز قوي في الدوري المصري هو حجازي، راح ويست بروميتش طبعا من طريق العجون امبارح، وطبعا زمله علي جبر طبعا في نفس النادي، نتمنى له التوفيق. دول الاثنين اللي هم اساسيين في منتخب مصر. هل تعتقد ان هم اللي هيكونوا الاساسيين يا كابتن سمير في الفتره الجايه وفي المباريات الرسميه في نهائيات كاس العالم، ولا تعتقد ان في احتمالات لدخول اي اسم تاني من المساكين في مصر انه ممكن ينافس وياخد مكان اسم من الاسمين دول، حجازي وجبر؟ لا، الاحتمالات وارده، والكوره فيها كل حاجه، لا قدر الله ممكن تلاقي اصابات، تلاقي هو انما بتتكلم على الاثنين المميزين يا كابتن محمد، هو حجازي رقم واحد، وبعد كده يليه علي جبر، بعد كده يجي احمد سعد سمير، بعد كده رامي ربيعه، احمد سامي، رامي صبري، كل اللعيبه دي اللي موجوده طبعا اللي ظاهره في الصوره او يعني الناس كلها بتتكلم عليهم، وطبعا وفي محمود متولي النادي الاسماعيلي، اللعيبة المميزة طبعا. لكن انا من وجهة نظري في المكان ده ممكن الكابتن محمود طبعا لو يبقى معانا في الصورة، هو الراجل كان نجم طبعا كمان في المكان دوت، ولعب طويلة في الاهلي منتخب. انا من وجهة نظري ان هو يعني حجازي وعلي جبر ان هما الاثنين دول الاقرب والاجهز، وعندهم اطوال يعرفوا يتعاملوا مع الخصم كويس قوي، فهم لعبوا كمان مع بعض كتير قوي. انا من وجهه نظري ان هم الاثنين سواء في المنتخب او في النادي دلوقتي في الفتره دي مع بعض كمان، وده هيخلي بينهم تفاهم اكتر في الملعب. ما هي دي ميزه، ما انا كنت جاي لك في الكلام ان هي ميزه، ان يبقى في تجانس ويبقى الربط ما بينهم، عارفين حاطين بعض في النادي. والدوري الانجليزي طبعا الدوري الانجليزي انت عارف ان هو طبعا دوري قوي جدا، ويقدروا ان هم يبقوا يعملوا توأم في المكان دوت، وانا شايف ان هم الاثنين دول انسب اثنين. يعني بالاضافه طبعا لبقيه النجوم، في مني في ارسنال محمد صلاح في ليفربول بينطلقوا على الهدفين النهارده، ونتمنى التوفيق. من اللعيبه المميزين جدا اللي ممكن يكونوا اضافه طبعا لمنتخبنا الوطني في روسيا، محمد صلاح لعيب يعني فاز وفخر لينا كلنا، فخر العرب، بنقول له مبروك، وان هو بيتصدر هدافين دوري الانجليزي مع هاري كين، فدي طبعا ميزه لينا وكلنا بنتشرف بيه يعني. انما الاثنين مساكين زي ما حضرتك تفضلت واتكلمت، هم اقرب اثنين يكونوا تشكيل اساسي لمنتخب مصر في روسيا هو علي جبر واحمد حجازي.
بالظبط. بشكرك جدا على مشاركتك معنا كابتن سمير. كابتن سمير كمونه نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر سابقا، شكرا جزيلا لك، وان شاء الله نسعد بوجودك معنا قريبا.